بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمين. شوف موقف سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. شوف باش مهتم. إذ قال إبراهيم ربي يا خليلي سبحانك وتعاليت يا ربنا. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمين. البلد أنو البلد مكة بكري تدمر في جيوشكم الجرارة كيف أبرها العشر طير أبابيل صحكبتو وعجنتو. اقرأوا القرآن لو جو تفسير في المستوى. وإذ قال إبراهيم احنا قاعدين نخدموا الخدمة دي راهو نبينوا لكم بعد التبسيط باش ما صعب عليكم فهموا يعني بعض الألفاظ ما عندكمش عهد بها شنو دلالاتها ما تعرفوش. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيها ثم ابنائه مش الأنبياء اللي جايين من هو المنطلق والنهاية في آخر لحظة فيها مسلم فهو من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام لا بالدموية لكن بالإسلام والإيمان والإحسان. واجنبني وبنية أن نعبد ما تخليناش نعبدوا الأصنام لأصنام خطر ليش آلهة حقيقية يعني لا يمكن أن نقول آلهة نعبد آلهة لأن لا نعبد إلا الإله. فهمتوا ما نظنوا فهمتوا ربي عاودها شو الدلال شو كل علاقة الوطيدة بين الرب وخليل الرب سبحانه وتعالى وعليه السلام هذا الخليل المتميز ربي إن عنا أي اللي فوز ديمينيتي إن عنا أظلمنا كثيرا من الناس وذلك عن طريق إبليس اللي هو عدو لخير البشرية أيام محمد عليه الصلاة والسلام. ربي إن عنا أظلمنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من شفت الرابطة دينية مش ومن عصاني فإنك غفور رحيم باش يبعث فيك الأمل يزلي ما تخافش ما دامك شدت الطريق صحيح فأنت سليم تلقى السلامة وتلقى التسليم في جنة النعيم ادخلوا بسلام الأمن. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ذي زرع وشوفوا تاريخ البقعة المقدسة أي مكة وما أدراكم من مكة حيث هناك البيت العتيق. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا أو بعد ما قال ربي لا ربنا شوفوا ثم سر من هنا يقول ربي ويكررها وهنا يقول ربنا لأنه خلف اعتباره كل من هو على دينه ودين سيدنا إبراهيم عليه السلام لا هي اللعبة لا لك ولا لك هي فضل زيكزاك دولا رجو دبرام كلا بيدالا سواسولي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. احنا مميزاتنا الكبيرة هي الصلاة هي الصلة مع الله. فاجعل أفئدة الناس عند قلب حنين إلى الكعبة المشرفة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم أي من تنجذب إليهم في البيت الحرام بيت الله الحرام وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروا. في مكة تلك الثمرات خارج فصولها المعتادة في بعض البلدان والإمشاء يفهم بالضبط تصديق لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني ورب استجاب لحبيبه الصديق الحميم والحقيقة هو اللي قرب ربي أيما تقريب بعد ما قرب نبينا عليه الصلاة والسلام.
حيث هنا امتاز الحبيب حبيب على الأب الأصلي عليهم السلام. فاجعل أبيدة أنهم يستهوي إليهم وارزقهم من الثمرات تعلم. وينه الشاكر اليوم؟ وينه؟ وينه مشاكر حقيقة؟ مش باللسان ولكن بالجمع وبالأفعال وتقريب. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا أوعود إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله. لا رب يحصي وبعد يعاقب ما فماش ولا لا أطرس مشيت في بغضك للصديقين كما تصدقني بمعنى مش كلهم التحريرين هاكم وغيرهم أنكم صادقين وكل من يبغضهم يبغضه الله حتى نوري وغلوائي وأمراض النفسية والعقلية قدرهم ما همش بعاد ماشي يصدق فيهم في قلوبهم مرض. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق أو إسماعيل كبر إسحاق تاريخ معروف أبوه قالوا لا فيما ما قدم قربانا إلى إسحاق إذا كل في دلالته يعكس عكس ما جاء في القرآن. الحمد لله الذي وهب لي وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني أو اجعلني مقيم الصلاة. هو بالتأكيد على وجوب الصلاة وهي العمود الفقري للإسلام. سمانا سيدنا إبراهيم عليه السلام مسلمين لأنه نصوم سومي أصوم نصوم وديو إنيك الله كي يلي بلو ربنا اغفر لي ولوالدي جمعا وللمؤمنين هم يقوموا الحساب يعني من شؤون ضعف والله غافلا عما الغير مكرمين وجماعة عباد السلام بالانتاء اللي هو اختراع أشر الناس وهم أهل الكتاب ويقول مولانا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم تشخص فيه الأبصار بغموه وصوري باراليزي وصوري بروستا يعني جلب تسليتين أحيط يعني تكون سلبيين تماما لأنه رب عليكم أمر خاسرين خاسر ولا حد يمنعكم لأن أيامكم خالية كانت ذواتكم خالية من الإيمان وخالية من الإسلام وخالية من الإحسان. إيوه إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ومن كل ظواهر الجمود من شدة الهول من الجنة وأفديتهم هواء ضايع أفدي امتحن كان ليست بأفدي وبعد يقول ربي فأنذر الناس يا محمد عليك السلام يعني رسالته كونية وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى جن قريب هي لعبة هي زيد عندك مسؤولية تخل بالمسؤولية ما عليك كالبلية تابط عليك رزية ورزية ورزية بدون نهاية فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك تو وفكي تنتي في لهوميديتي لبير شتيمة لبير تربة ونتبع الرسل جاكم قالكم أن الشيطان بينكم حتى شيء مقابل الإعلام بطريقة السلام أنتم اقتربتم منهم وملحتوا
واضطهدتم وحاربتم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده أبدا تقول ربي يعد الشيخ لا أبدا هو صادق الوعد فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام قالوا الكتاب ربي ما ينتقمش هم عارفين اليوم يعدي في الرحمن ولكن النار ولي مش في شيء ينتقم منه شوف الكذب يوسف وعندي عندي مناسبات إن شاء الله نبين لكم هؤلاء يستحي باش يكونوا مؤمنين يستحي كذبوا على الله قالوا أبناء الله وأحباؤه ما خلاهم عمل يوم تبدل الأرض وغير الأرض والهول يمشي قلقا والسماء وبرز الواحد القهار من حساب وتر المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد يعني مربوطين السلاسل سرابيلهم القطيران يعني لباسهم القطيران ويغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب في الركنين هذا بلاغ للناس أي القرآن يبلغ لك ربنا عن طريق نبينا محمد عليه السلام عن طريق الصحابة الكرام عليهم رضوان وعن طريقنا نحن كذلك علينا رضوان ورحمة هذا بلاغ للناس ولينذروا به القرآن وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكروا الألباب عباد سان فالونتان هم عبد خيال المريض الخيال الكاذب ولهذا ما عندهم شيء مما جاءت به الآية الخاتمة لسورة إبراهيم الخليل عليه السلام وليذكروا الألباب أنتم مكنش مش تأثروا بالقرآن أنتم كما تكون حزب الشيطان وحزب الشيطان دائما خاسرون لأنهم لا يعلمون وكون نبينا دائما يقول سيدنا عيسى عليه السلام كل أنبياء قولوا رب إنهم لا يعلمون فارحموا يا رحم والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.